يعني رعبونه وكتلوا الناس يعني كافي ملينا كافي لازم نوصل للحقيقة. تم اتهامات بأن من يدير المعركة في العراق هو السيد قاسم سليماني. أبدا في الوضع العراقي أبدا لا يوجد. حقيقة وجريمة بشعة استخدموا بها يعني رعبونا وكتلوا الناس يعني شمروه اللي شمروه من فوق اللي كتلوه اللي ذبحوه اللي هذا شو العيان هذا العمل يعني ما بين تحقيقات شوف هي مجاميع مسلحة يعني يعني تحكي من هنا بس تطلع يكتلونا. ولا ايراني ولا ايراني يعني انا اتذكر بهذا الحادثه اكون صريح وياك من كنا نشوف الحادثه قدامنا الشباب اللي يسقطون فاني ثيرني الغضب فاغلط علي اتجاوز ما يردني بس من قاسم سليماني ايران خامنائي يضربني. التظاهرات التي حصلت كنا نحن المظلومين وكنا نحن المعتدى عليهم، ولكن أنتم ظهرتم في فيديو خلال عزاء الشاب الذي قتل في نيسان تهددون مباشرة بالانتقام له مضاعف حتى. منه بالنسبة إلى الأدوات التي فعلت فهناك قضاء، أما بالنسبة للجهات التي تقف خلف الفوضى ونعتقد به أولا إسرائيل بالدرجة الأساس وثم الولايات المتحدة الأمريكية فهؤلاء الذين نمتلك بحق الرد عليهم. تم اتهامات كبيرة اليوم بأن من يدير المعركة حاليا في العراق هو السيد قاسم سليماني وبأنه شكل خلية أزمة وأنكم يعني جزء من هذه الخلية. في الوضع العراقي أبدا لا يوجد.